السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو جديد مع هشام الاولي ومرة اخرى تنزل الباكطاج ديالنا انا ومنيرة. هادشي غادير من كازا لمراكش. علاش؟ كاين واحد التورناج ديال واحد الاغنيه كليب، انا عرفتش واحد من اخبارو، ولكن راه نورمالمون غتكونوا شفتوا الكليب لحقاش هذا الفلوق هذا غتشوفوه ابري الاغنيه. ان شاء الله نشوفوه، ان شاء الله دير شي حاجه سوكسي، ان شاء الله باغي نحطوا شي حاجه واعره ياك منير. وما انتم راه غادي الله نطعم اللهم بارك. دابا شوف، حيدنا من داكشي ديال الخوا الخاوي، غنمشيو فشي حاجه اللي زوينه، شي حاجه موتيفاسيونال، شي حاجه اللي عندها معنى. خليكم معنا صافي منير، نعس الشيطان ما تعصبش ليا. المهم الخوت غادي نشدو الطريق دابا ان شاء الله. فين منير؟ مراكش، كازا مراكش. المهم الخوت نوصلوا مراكش، خليكم معنا تشوفوا الاجواء كدوز في الطريق، ونوصلوا مراكش وحنا معاكم. المهم الخوت كما كتشوفوا انا ومنير شادين الطريق دابا. ايوا الله يدوز كلشي على خير وبخير، ان شاء الله يطلع هذا الكليب شي حاجه اللي زوينه. راكم ما تكونوا ديجا شفتوا هذا الشيء الكواليس، تشوفوا كيفاش دازت الاجواء. راه كنضربوا تمر على اي حاجه، راه ماشي اي حاجه كتجي تطلع. شوف انا خاص بزاف الناس يعرفوا واحد الحاجه، بزاف الناس كيقولوا انت اش من علاقه عندك بالراب ولا شي حاجه. انا ولد الكولتور اوربان، ولد الهيب هوب، حيت انا دوزت البريك دانس ديال القدام، اللي كيعرفوا راه كيعرفوني. انا ولد الهيب هوب، ولد الكولتور اوربان، يعني ولد الدومين. واخا ما كنتش كنرابي ولكن ولد الدومين. انا هذا الشيء موهبه، انا الموهبه ديالي هي هادي. عزيز عليا الراب، عزيز عليا السفر، عزيز عليا لي فيديو، عزيز داكشي اللي عزيز عليا كنديرو. انا ما كنخليش الوظيفه تفرض عليا شي حاجه ولا ندير شي حاجه اللي ما باغيهاش. انا كندير داكشي اللي كنبغي انا، حيت الحياه ما كتعاودش ديال المرات الخوت. الحياه كدوز مره واحده، يعني الا ما عشتهاش جامي تولي تعيشها. لهذا انا فاش كنبغي شي حاجه كنديرها، ما كنخلي حتى شي حاجه تاثر عليا. انا نقدر نسمح في اي حاجه على ود المواهب ديالي. عزيز عليا السفر، عزيز عليا الراب، عزيز عليا بزاف ديال الحوايج زوينين، عزيز عليا لونطريمون. لونطريمون رقم واحد هادي بلا ما نهضروا عليها، ولات كتجيني ما بقيتش كنذكرها. علاش؟ حيت ولات كتجيني شي حاجه اللي شنقول لك، اللي هابيتيول، شي حاجه اللي نورمال عادي، بحال اللي كنقولوا الماء ولا شي حاجه، شي حاجه اللي اوبليغاتوار. اوبليغاتوار في نفس الوقت ما راه ما كنتسوقش ليها، يعني غنتريني غنتريني داخله في البروغرام في الحياه اليوميه ديالي. المهم الخوت، لهذا عجبني كيعجبني الراب، غادي ندخل للدومين ان شاء الله. واخا انا ماشي رابور بروفيسيونيل، ولكن نقدر ندير شي حاجه في هذا الدومين هذا. انا فاش كندير راسي في شي حاجه كنوصل ليها، وان شاء الله غادي نقول الكلمه ديالي، وانتم نخليكم تحكموا ان شاء الله من هنا للقدام، غتشوفوا شي حاجه اللي نقيه ونقيه بزاف. بوش الخوت. كما كتشوفوا حنا وصلنا لمراكش الحمراء، وصلنا على خير وبخير الحمد لله. ودابا الخوت غادي نتانسطالاو انا وخويا منير، غادي نتانسطالاو باش نقادو الامور ديالنا باش نسجلوا الكليب. عرفتي طبنا بالشمس، طبنا طبنا بالشمس. دابا خاصنا عرفتي لي زومبلاسمون، العيبات، لي ديغيزمون، التويشيات، خاصنا نقادو كلشي اليوم، حيت غدا التورناج غادي يكون ان شاء الله. خاص كلشي يكون قاد باش نساليو التورناج ديالنا على خير وبخير. المهم الخوت خليكم معنا باش تشوفوا الاجواء، نقدروا نكملوا لكم النهار، سينو ما كملنكمش النهار. غتشوفوا النهار ديال التورناج هو اللي على الاساس تشوفوا التورناج كيف غادي يدوز، لي زومبلاسمون، البلايص اللي نصوروا فيهم، كيفاش كيدوز داك الشيء. المهم خليكم معنا، حنا كنبارطاجيو معكم اي حاجه، من حقكم تعرفوا، من حقكم تشوفوا. انتم كتعطيونا وقتكم، حنا كنعطيوكم وقتنا، وشكرا لكم بزاف. خليكم معنا الخوت. المهم الخوت كما كتشوفوا دابا حنا تلاقينا طريقه هو تلاقينا فردوس، هي احسن ديك ابارتيست اللي بغى يزوق ديك الشيء، وما كنفهمش انا في هذا الشيء. المهم المهم الخوت كتشوفوا حنا دابا كنقلبوا على البلاصه فين غادي نصوروا، كناخذوا لي زومبلاسمون باش غدا ان شاء الله يكون التصوير واجد، يكون كل شيء واجد. كتشوفوا ديك الشيء ناضي، ها هو محمد جاي. صافي محمد جاي، اذن الفيلم، اذن الكليب طالع. المهم حنا نشوفوا لومبلاسمون ونخليكم معنا. المهم كما كتشوفوا الخوت لقنت واعر، حنا كناخذوا لي زومبلاسمون. دابا نتوما شفتوا الكليب، شفتوا الكليب دابا كتشوفوها تمارا. حنا الشمس، شوفوا الشمس كي داير، عرفتي واحد الشمس، شوف 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 واحد الشمس. وحنايا كنقلبوا، ماشي هادشي كيجي ويطلع غير هكاك. المهم الخوت كنا غاديين، عرفتي الطريق هنايا مع الصحراء، صحراء مع الشمس والحراره وما نعرف. عرفتي بان لي واحد السيد باين فيه كاوري، غادي بواحد الموتور كبير، موتور كروس هوندا. هو دا قربنا له، عرفتي انا موطار، او دا مشينا جبنا له ليسونس هو بالرجوله. علاش؟ حيت درت راسي بلاصتو انا موطار. راه ما نكذبش عليكم اخوتي، راه شحال من مره توقع لك هاد اللعيبه هادي، راه غادي تحير، ولكن انا ما غاديش ندوزو بالرجوله، احنا غادي نعطيوه هاد ليسونس هذا يديماري الموطار عاد تحرك.
فوالا اشتغل لي ليسانس. Moi je suis motard et je connais, je sais qu'est-ce que ça veut dire un moto. Ah bah ça c'est sympa alors. Alors tu essayes? Non, j'ai pas besoin d'argent. Ah bah c'est gentil hein. Ah, aucun problème. Il y a déjà quelqu'un qui est allé en chercher, mais bon, j'en aurai plus comme ça. Aucun problème. Première fois que ça m'arrive. Pourtant, et moi je vends des motos, je suis concessionnaire moto. Moi je suis motard moi. Et ben motard, et fait, moi je vends fait, des motos. Ça fait 16 ans, plus que 16 ans que je conduis les motos. Alors je sais qu'est-ce que ça veut dire un empin. Un empin d'essence, c'est. C'est grave. Avec une fille et puis. Avec une fille, elle est au soleil, oui, je comprends. Bon, il fait pas trop chaud là, ça va. Bien, tranquille maintenant. Marrakech, tu es non? Non, je suis de Fès. Tu connais Fès? Non, pas tellement. Fès, Casa. Ah oui, Casa, oui. Fès, je connais, mais. Ouais, ça va. Essaye. Quoi, c'est vraiment gentil. Ah, merci, monsieur Mouchkil. Merhaba. Qu'est-ce que tu veux moteur en panne? Ça va aussi, qu'est-ce que tu veux? Hein? كتصور اش يدير لك موطور اون بان انت راه خايب اصاحبي عرفتي الفرنساوي ايه لو كاسك لو كاسك ايه طون كاسك طون كاسك وي 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 جاتون باسكو كيكون اي فيني بوسي انا ورا ورا اه داكور اي اي côté 2 km. Okay. Merci bien. Alors c'est une en pente petite chemise avec des rires. Vous êtes maghrébi. C'est le Coran. Non 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 non. Sors sors sors. Malek. Malek. واش تدخلوا عندي بالله علاش؟ لا يا عبري ديالتي والله صافي حنا عطينا ليسانس هو يلا زيد لاش بس دخل بس دخل بس لا ما يدخل شوف بين يدي اش كاين نصلع عمر هذا زيد عند اينا اجي 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 دار الحمار اجي دار الوالدين اجي دار الوالدين يطلب ويعاود زيد 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 باغي يصور مع ست شكون غادي يصور تخيل تكون يكون عندي التليفون عرفان زين شوف شوف عافاك عافاك هاك اموني واخا واخا قول لي قول لي قول لي شفت عيوا شفت عيوا قلت لي تعمى تعمى مع هشام تعمى ضربوا الدروب بيتوا لك وعطي علي يستنيه الباب لبحث يستنيه عليه حمله عليه الله الله يسخر يلا سي الله يرحم الوالدين نعم والله كما كتشوفوا جوج ديالي الهادي والو والو ما دانيش النعاس نطت ضربت الحصه ديالي كما كتشوفوا طلعت لابون دابا هذا نمشي للنعاس غنشوف النيفو بدا كيرجع كريش على سكات راسا لي زوبليكا هما غدا دابا خاص الكليب كاينه ما كاينش خيمون المهم جوج د الليل الحصه ما فلتاش المهم الخوت غدا نشوف بيو كما كتشوفوا الخوت حنا جينا باش غادي نصور عرفتي فين داخلين ها انت شو تماره كيدايره شوفها
الخلا والقيفار وتم داخل ضرب تما هاي مشو يخطفوني هنا ولا يجلسوني الله يعطينا اللي ما كاينش عايش مش معبنا المهم انتم الخوت كما كتشوف شو تالين داخلين دبابه راه غاده معانا طلعوا من ما بغيت اخي هاني كيفاش اخي طرف المهم تشوف دابا حنا راه غادي لكابول حسبنا كون جينا بالقاطقات غادي نتحاربوا عايشه هاني موت وحده كاين كابول بعد هو اللي كيموت على ولادو ولا على ولادو ولا على ولادو ولا على ديسكو ولا على فيديو كليب ديالو الخوت كما كنشوفو حنا وصلنا لبلاصة فين غادي نصورو عرفتي حرارة مالك مونيا خويا انا كحال غنزيد نكحال غنطيب كحال وزيد نكحال وتا انا خويا مكرهتش نكحال انا الدراري ها هو فرقع ما كان فردوس نتيا فردوس جاني الصوت اصاحبي جاني الصوت انا صافي انا حنا نقلبو لك على شي صوت هنا الا لقيناه نركبو لك ما كان مونيا انا اخويا اش غادير كحالين اخويا زعما انت بيا الله يسمع اما الخوت كما كتشوف حنا وصلنا للبلاصه هانتوما داك الشيء رائع جدا بلاصه ناضيه كما كتشوفوا الشمس الدراري كلشي اللي كيب كامله تخبعوا لداخل ولكن انا هاني خاص دابا توصل شي حاجه خاصك تضرب تمام حتى شي حاجه ما كتجيش ساهله وانتوما الاغنيه راكم شفتوها وانتوما الكواليس ديالها كتشوفوا داك الشيء كيداز عرفتي الحراره ديال بصح ولكن هاني غا كنخدموا كنضربوا تمام حتى شي حاجه ما كتجي ساهله تحياتي ما شوف يا موني شوف مالك فردوس هادي شي على السي شوف لك الطريق فهمت داكشي ديال البرطاله هم كما كتشوفوا الدراري هما دوك كيخدوا في الماتيري انا تقعد قاد معنا منير صح كنقلب على كتعطينا الديزاين ماشي مشكل المهم هو دابا الصماد راه خدام هز فردوس راه كتقاد الميكاب ليه اش كديرها فردوس هاي باي صافي هشام خاصك تقرع اصاحبي دابا حنا باغيين خصنا نضرب شي ناس خصنا حنا باغيين نحطوا هذيك الشخصيه ديال فرعون اخويا خصك تقرع اش كاين دابا جيبوا الماكينه بابا انا ماشي فرعون شد شي اخويا هشام كيما كتشوف هشام الرجل العربي الاصيل ديال علي بابا حتى ال 40 حرامي نبقاو جالسين هنا راه خاصنا نساليو كان عجبتني ولكن كلشي عليا عليك انت عليك انت شكون اللي اختار هذيك هذه اللي اختاريت هذه انا وجهك Que passa aí, Jean? Problema.
انا ملي كاين واش ما هابش على الكادر. لا هو مزيان تشدو من التحت. لا ما تضغم الكادر انا البيوزيه تضرب البيوزيه انا غادي نروح خارج. هاي برك انا نقول لك علاش جيت دخلني لا ثلاثة شوف كادر واش قال لا ثلاثة لا شوف كرسي لا ثلاثة هاني كاين وحدة أخرى يا صاحبي كي باصا صاحبي كي باصا صاحبي كي باصا غير الحاسة صاحبي كي باصا صاحبي كي باصا طرشو بيا غير الحاسة صاحبي كي باصا صاحبي كي باصا يا غير طاصه صار ديالي بس حنا ديالي لقربت شوفوا الخوت والله حتى هاد المغاربه اعلى ما نتوما هايسكي في الصحراء نتوما شوف عينيه زورق هو هايسكي في الصحراء حتى ولا ما عرف مسكين شو كيدير عمركم شفتوا هايسكي في الصحراء هاد هايسكي كيموت على الثلج كينعسوا في الثلج وكذا ما فهمتش انا جايبينه لهنايا والله الا مسكين لا حول ولا قوه الا بالله ولا تنطم على هذه الكبيره ما نفوتيش في الخاوي ثقه في النفس خلاتني بحال جولو تمارا تمارا نهار بغيت وما لقيتش وا صاحبي كي باصا صاحبي كي باصا صاحبي كي باصا سفاريها غير قرطاسه صاحبي كي باصا صاحبي كي باصا صاحبي كي باصا صاحبي كي باصا مرشو بيا غير الحاسه صاحبي كي باصا صاحبي كي باصا صاحبي كي باصا سفاريها غير سكتي لمبا الحسرة خوت كما كتشوفوا سالينا التورناج انا الدراري ما سخفوش الشمس الحراره ما طلبنا البرده دابا غادي نمشيو لبلاصه اخرى باش نكملوا داكشي انتما التيرميناتور داك الشراك تما هذا وقاس لي بلاصه هي جا باش نديروا معاه طلع سيتش من ما بقات له بلاصه صافي صافي حاجته غادي نركبوه في الدرون هو اخر باش نو غنخليو هذا الموتور هذا Thank you.
شوف هاد فهاد لاصال مزيانه هشام. شنو هاد لاصال مزيان صوروا فيه ولا كلشي مزيان اخاي اخاي هو والو هاي بايز نعاود اللقطه كامله على زغبه هشام ولا كيفاش؟ شوف انت كتشوف فهمت كثير داس واحد الزغبه كتطلع لها صح لا ما كاينش كلشي باغي عطاكين حتى شي قرد ما كيزريني نبغي اللي يبغيني وندمر اللي باغي يأذيني صاحبي كيف باصا كنحرس لي عندنا بلاصه صاحبي كيف باصا شحال كيلو شحال؟ كنت مشارجي ب 100,000 متقاعد. الحوت الذي لا يموت. سير سير بدا 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 ليا سير اتراك بادي يا هشام. سخفتي يا هشام سخفتي سخفتي يا والو يا هشام بقى ما يدار يا سلام قد ايه حلو الغرام ارتاحي دابا ترتاحيتي شنو درتي يا عبد الله الصباح انا صافي مسطي عبد الصمد كل شيء عبد الكاميرامان مونتاج مول داكشي فيرداوس ميك اب ارتست نو نو منير تا هو الكاميرامان كل شيء كل شيء كل شيء عزيز عليه باس طارق اخر رابر ورئيس الجمعيه وداكشي كذاب كتبارك الله تحياتي الدراري كاملين ونتمنى يكون عجبكم هادشي اللي دوزنا هاد النهار شو تما اللي كنضربو حتى شي يمكن تجي ساهله الخوت بوشي على البوز الزاوزي
فطو الخوت كما كتشوفوا ما ناعسين ما والو. النهار طلع علينا زي منير شاد البي سي بالصمد ديال كامل وانايا مشى تمارا كحله وما الخوت الصمد راه ما نهزش كاع. حنا راه مازال تكينا شويه علاش حيت انا المهمه ديالي ساليتها بقات المهمه ديالهم هما. النهار كامل انا ضارب تمارا دابا الخوت فهمتي صافي راه قربنا نسال بقى جينيريك داكشي وصوب الجينيريك هذا راه مرضني هذا خوت اكيد ضحك انتما كتشوفوا مالا داك الصمد اخي وهادي الشباب اخويا حمقنا ياك. المهم الجينيريك ما تخافش. المهم دابا الخوت غادي نصوبوا الجينيريك هو اللي بقى لنا. راكم شفتوا هادشي كي داز شفتوا شحال ديال تماره راه ما كيعاوننا حتى شي واحد كنتكلوا على راسنا كنتسناو حتى شي واحد يجي يصاوب لنا حيت لا بقيت كتسنى باه يصاوب لك وبقى تما حيت باه كيقضي مصالحه هو الاول. واش يخلي بين المصالح ديالو يجي يصاوب لك المصالح ديالك؟ لا كتصاوب مصالح ديالك كتخدم عليها كتوقف على ديك خدمتك بيديك ابخي كترتاح مع راسك. ضربنا تماره شفتوا الاغنيه راكم شفتوها هانتوما شفتوا الكواليس ديالها كيفاش دازت الصور ديالها. نتمنى اخوتي يكون عجبكم هذا الشيء. تهلاو لي فراسكم كما هشام ملولي كان معكم هشام ملولي. نشوفوا فيديو جديد تهلاو فراسكم.